أحمد فتوح لاعب الزمالك واللي أصبح حديث الرأي العام من وقت الواقعة بتاعته. أحمد فتوح أخد إخلاء سبيل بكفالة 50,000 جنيه. السؤال هنا، هل أحمد فتوح هيقدر يصالح أسرة أمين الشرطة ويوافق على كل طلباتهم ونرجع نشوفه بيشارك تاني بشكل أساسي مع القلعة البيضاء، ولا هيعجز عن الصلح ويتحبس وينتهي مشواره في الكورة؟ الأهم إيه موقف الزمالك من قضية اللاعب؟ هل فعلا جابت البديل وفتوح ما بقاش في حساباتها؟ أسئلة كتيرة تعال أجاوب لك عليها. على مدار 36 يوم تصدر أحمد فتوح ترند من وقت تعرضه لحادث تصادم وقت رجوعه من أحد السهرات الخاصة في الساحل الشمالي هو وصاحبه اللاعب محمد صبحي حارس الزمالك. ومن وقتها دخل فتوح في دوامة كبيرة من المشاكل بسبب دخوله في أمين الشرطة، لدرجة إن المجني عليه بقى أجزاء حسب أقوال الشهود. على مدار 36 يوم حاول محامي فتوح وإدارة الزمالك إنهم يصلحوا أسرة الضحية، لكن طبعاً الصلح فشل ومفيش أي مقدمات للصلح. طلعت أسرة الضحية وأكدت رفضها الصلح وقالت إن قرار الصلح مش في إيد الزوجة ولا البنات، لأن أمين الشرطة ده عنده بنت في ثانوية وبنت لسه داخلة أولى ثانوي، حالتهم النفسية صعبة جداً. حكت زوجة الضحية كواليس ليلة الواقعة اللي فقدت فيها جوزها وقالت أنا عايزة حق جوزي يوم الواقعة، كلمني الساعة 2 بالليل وكان شغال وكويس خالص، بعد شوية جالي الخبر مش مصدق اللي حصل له لحد دلوقتي، ده جالي 4 أجزاء، صعب عليا أصالح بعد ما شفت جوزي كده. جوزي كان محبوب من الكل والناس كلها بتمدح فيه، كان عنده 52 سنة. كشفت مصادر داخل نادي الزمالك إن اللاعب من حقه اللعب مباراة السوبر الإفريقي والسفر للمملكة العربية السعودية، لأن قرار المحكمة ما يمنعش سفر اللاعب كإجراء احترازي، لكن اللاعب مش هيقدر يشارك بسبب حالته النفسية والبدنية، وده بسبب حبسه والمواقف الصعبة اللي تعرض ليها الأيام اللي فاتت. حكاية فتوح بدأت لما كان راجع من سهرة في الساحل الشمالي وكان شارب مخدر الحشيش برفقة لاعب زميله في النادي الحارس وهو محمد صبحي. كان سيء بسرعة جنونية ومرة واحدة دخل في أمين شرطة كان واقف على الطريق، وللأسف الخبطة كانت جامدة تسببت في وفاة أمين الشرطة على طول. فتوح في الحالة قبض عليه وتعمل له تحليل مخدرات وأثبتت فعلا أنه في حالة سكر، ومن وقتها وهو في قبضة الأمن حياته تبدلت في ثواني. فضل فتوح مختفي فترة لحد ما ظهر في جلسة المحكمة، كان متأثر ومش مصدق اللي حصل له، إزاي حياته تبدلت بين يوم وليلة من لاعب شهير في نادي الزمالك لمتهم في قضية قتل وكمان قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.